أهلا ومرحبا بكم. اليوم سوف نتحدث عن الذكرى السنوية الثانية لتحرير مديرية بيحان بمحافظة شبوة، حيث نظمت السلطة المحلية بمحافظة شبوة ودائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليوم حفلا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحرير مديرية بيحان من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وألقى محافظ شبوة محمد بن عيديو كلمة نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبد الرب منصور هادي لأبناء شبوة وأبطال الجيش الوطني والأمن ورجال المقاومة البواسل بهذه المناسبة العظيمة والذكرى الخالدة. وثمن المحافظ مساندة التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للجيش والمقاومة بمعركة تحرير بيحان. من جانبه هن أركان محور بيحان العقيد مبارك أبناء شبوة وأبطال القوات المسلحة بهذا النصر العسكري. وأكد العقيد مبارك أن عزيمة الأبطال التي حررت مديرية بيحان من ميليشيا الحوثي الانقلابية تزداد كل يوم قوة وصلابة، وهي تواصل مهام معارك تحرير ما تبقى من المحافظة. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحدث عن تفاصيل هذه النافذة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر الصايدي، إعلامي وناشط سياسي وأحد أبناء محافظة شبوة. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا أخي الكريم. أهلا ومرحبا بك سيد ياسر. كيف تمر هذه الذكرى السنوية على مديرية بيحان بعد عامين من تحريرها؟ في البداية أحيي قناتكم فاضلة وأحيي المشاهدين الكرام على فهذه الذكرى التي تمر علينا في هذه الأيام. هي ذكرى عزيزة وغالية على نفوسنا، فقد تحرر ببيحان آخر مواقع كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة، وأصبحت محافظة شبوة محافظة مطهرة كاملا من الغزو الحوثي الذي يدعي الحق الإلهي. نعم سيد ياسر. نعم نتحدث عن وضع ما كانت عليه في سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية واليوم بعد تحريره. الحقيقة أن مديريات بيحان الثلاث عانت معاناة شديدة من ذلك الحصار الذي فرضته عليها ميليشيات الحوثي في ذلك الوقت، وقد عانى المواطنون في هذه المديريات معاناة شديدة، فقد قطعت عنهم جميع الخدمات وتعرضوا لكثير من أنواع التنكيل والتعذيب، واضطهد كثير من أبناء هذه المديريات وتم الزج بهم في السجون وتعذيبهم في سجون ميليشيات الحوثي. وبعد تحرير هذه المديريات أصبح أبناء مديريات بيحان يعيشون الحرية المطلقة في مديرياتهم، ويدخلون ويخرجون، وصلت إليهم جميع الخدمات، ويعيشون في أمن واستقرار في ظل حكومة الشرعية، في ظل دولة القانون، في ظل دولة العدل والمساواة. لا يوجد هناك أي فوارق بين أبناء بيحان، بين 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 غني أو فقير، بين بين بينهم في طبقيا أو غيرها. أبناء مديريات بيحان اليوم ينعمون بتواجد قوات الشرعية، قوات الجيش الوطني الذي حررت هذه المديريات، والتي اليوم تقف إلى جوار قوات الجيش الوطني على مشارف محافظة البيضاء، وهم صامدون للسنة الثالثة. السنة الثانية انتهت اليوم بتواجدهم في تلك الجبهات حفاظا على ما تم تحريره وإنجازه للشرعية. نعم سيد ياسر، نتحدث عن ذكرى الثانية السنوية لتحرير المحافظة. ما الذي شعر به المواطن في ظل وجود الدولة على خلاف ما كان عليه في السابق في وجود ميليشيات؟ ما الذي شعر به المواطن في وجود الدولة في مديرية بيحان؟ الحقيقة سواء في بيحان أو في شبوة أو في أي محافظة من محافظات اليمن، المواطن يطمئن لوجود الدولة مع ضعفها ومع قلة إمكانياتها ومع قلة قدراتها، إلا أن وجود الدولة له معنى آخر. ونموذج الدولة في محافظة شبوة نموذج راقي، ونموذج جيد يختلف عن كثير من المحافظات المحررة
فوجود الدولة ووجود الشرعية ووجود الأمن النظامي ووجود الجيش الوطني في محافظة شبوة يعكس ارتياح كبير في نفوس المواطن الشبواني وأبناء مديريات بيحان بشكل خاص، فهم ينعمون بهذه بالأمن والاستقرار ووجود الخدمات، بعكس ما كان عليه الوضع ابان حكم الميليشيات الحوثية عندما كانت محتلة. كانت لا توجد هناك كهرباء، لا توجد خدمات، كانت المستشفيات تعيش أسوأ حالاتها. اليوم المستشفيات متواجدة مع قلة الإمكانيات وشحتها، مع الكهرباء الآن موجودة اعتمدها محافظ المحافظة بثمانية ميجاوات المدينة بيحان المديرية الكبرى في 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 المديريات الثلاث. المحطة الغازية اشتغلت بعد طرد الميليشيات من مديرية عسيلان في في حقول النفط جنة هند. هناك خدمات كثيرة تحققت للمواطن بعد تحرير المديريات من الميليشيات الحوثية، ولو لم يكن لأبناء بيحان في بعد تحرير المديريات إلا فك الحصار عنهم. يعني تخيل أخي الكريم والمشاهدين الكرام بأن المواطن من أبناء بيحان الذي كانوا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إذا أرادوا أن يتنقلوا إلى عاصمة المحافظة في عتق كانوا يستغرق من ست إلى ثمان ساعات حتى يصلوا في المسافة التي كانوا يقطعونها في ساعة أو ساعة ونصف إلى عاصمة المحافظة. نعم سيد ياسر، أيضا في هذا الحفل ألقى محافظ محافظة شبوة كلمة، أبرز النقاط التي تحدث فيها من خلال هذا الحفل. الحفل الخطابي والفني الذي أقيم اليوم هو تجسيدا لمعنى الدولة ووجود الدولة وإشعار المواطن الشبواني سواء في مديرية بيحان أو في كل المحافظة بأن الدولة متواجدة بجيشها وبأمنها وبمكاتبها وإمكانياتها مهما ضعفت هذه الدولة، إلا أن الدولة موجودة. وكان الحفل هو رسالة واضحة بأن الدولة متواجدة في عاصمة المحافظة وتمتد يعني إمكانياتها إلى كل مديريات المحافظة. المحافظ كانت رسائل مطمنة للمواطن الشبواني بشكل عام، كان المحافظ يرسل رسائله التنموية، رسائله الأمنية، رسائله العسكرية، رسائله المدنية، رسائل الإخاء، رسائل الود. كان يشرح الحالة التي عاشتها محافظة شبوة بشكل عام ومديريات بيحان على مدى سنتين وعلى مدى العام الذي أصبح فيه محافظا للمحافظة. كان طرح راقي، طرح رائع، كان يمد يده للسلام، يمد يده إلى الوئام، إلى المحبة، إلى التنمية، إلى التغيير، إلى 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 محاولة أن 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 يطمن المواطن الشبواني بأن المحافظة مقبلة على مشاريع تنموية باستقرارها وبأمنها، بعد استقرارها وأمنها بأنها سوف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل بإذن الله تعالى. فكان المهرجان هو مهرجان تجسيدا للذكرى الثانية، إلا أنه رسائل لكل أبناء محافظة شبوة ولأبناء اليمن بشكل عام. أصبحت شبوة اليوم هي يعني مضرب المثل في المحافظات المحررة في الجمهورية اليمنية. اليوم أصبحوا الناس ينظرون لشبوة بأنها شبوة مفتاح النصر، مفتاح الجمهورية. أصبحت شبوة اليوم لا بلا ميليشيات، أصبحت شبوة اليوم لا يوجد فيها إلا أمن للدولة وجيش للدولة ومحافظ لا يعترف إلا برئيس الجمهورية الرئيس الشرعي عبد الله منصور هادي. كل هذه إمكانيات مسخرة بسبب أن بيحان كانت مفتاحا للنصر، كما قال محمد صالح بن عدي ومحافظ المحافظة، قال بأن بيحان التي انتصرت قد انتصرت لعتق وانتصرت لكل أبناء شبوة. الجيش الذي حرر بيحان هو من أثبت وجوده لتحرير شبوة كاملة من كل الميليشيات التي حاولت زعزعة الأمر الأمن والفوضى وإغلاق السكينة فيها والإقصاء والتهميش لبقية أبناء محافظة شبوة. نعم، أيضا ما الذي يمكن أن تحدثنا فيه عن دور التحالف العربي في تحرير مديرية بيحان؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نحن نشكر التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية التي كان له الدور الأكبر في الدعم الكبير في تأسيس الجيش الوطني الذي بدأ عبارة عن مقاومات بسيطة فأصبح جيش كبير، جيش له معنى وله. فكانت السعودية الإخوة في الأشقاء السعوديين هم اللبنة الأولى لبناء هذا الجيش، وهم الخطوة التي سبقت في أن
يؤسس مثل هذا الجيش لتحرير مديريات بيحان. مديرية بيحان ليست قليلة، هي تعتبر ثقل سكاني كبير، جغرافيا مترامية، ثروة محافظة شبوة أو ثروة اليمن بنسبة 35 إلى 40% من مديريات بيحان. محافظة شبوة مديرية بيحان يعني كانت أهميتها كبيرة جدا 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 للتحالف العربي وللشرعية، وبتحريرها أصبح النصر فيها هو نصر ليس للشرعية فقط وإنما للتحالف العربي الذي جاءت به المملكة العربية السعودية. مشكورين الإخوة السعوديين فقط، قدموا الكثير ووقفوا إلى جانبنا وخدموا القضية اليمنية خاصة بتتمثل بالشرعية الدستورية التي منحت لفخامة الرئيس عبد الرحمن منصور هادي. كان دورهم كبير في الإمداد، في التمويل، في التخطيط، في الدعم اللوجستي، في الدعم المعنوي. كان لهم دور كبير في التشجيع، كان لهم دور كبير في الإشراف على المعارك، في الإشراف على 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 تقدمات الجيش. كان لهم الدور الكبير في الدعم بالطيران، في الضربات التي كانت موفقة لتمهيد تقدمات الجيش في تحرير بيحان. يعني نحن الحقيقة لا نستطيع أن ننكر فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن ننكر ولا نستطيع أن ننكر ما قدموه لنا، نشكرهم جزيلا. وهذا جميل سيبقى في 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 ركابنا لهذه الدولة الجارة الشقيقة التي قدمت لنا الكثير. فشكرا لهم وشكرا لكل من ساعد في تحرير محافظة شبوة وتحرير أبناء تحرير محافظة شبوة وتحرير مديريات بيحان من هذه الميليشيات التي حاولت أن تبسط وأن تسيطر على هذه المحافظة الغنية بثرواتها، الغنية برجالها، الغنية بأبطالها، الغنية بكل ما فيها. محافظة شبوة يعني مدينة لكل من ساعد وساهم في تحريرها، سواء كان من الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو كان من الأخوة الأشقاء من المحافظات الأخرى، سواء من مأرب، سواء من الجوف، سواء من ريمة، سواء من المحويت أو من بقية محافظات اليمن. نحن نشكرهم ولا نستطيع أن ننكر جميلهم علينا، فلهم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى في كل ما قدموه وبذلوا. هناك شهداء، هناك جرحى، هناك أسرى كثير وفي سقطوا في محافظة شبوة. هؤلاء لا ننساهم في هذه الذكرى من أن نشكرهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يطلق ويفك أثر كل من بقي في سجون الميليشيات الحوثية إلى اليوم. نعم سيد ياسر، أختم معك بسؤالي حول طموحات القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة شبوة والوعود التي ربما تريد أن تعدها لأبناء محافظة شبوة بتنفيذها لهم في المحافظة. الحقيقة المحافظة اليوم بشر بأن الأنبوب الذي يمتد من جنة هانت، شركة جنة هانت أوكسيد في شمال غرب المحافظة إلى من قطاع 4، من قطاع 5 إلى قطاع 4 أصبح على وشك الانتهاء. ولأول مرة في التاريخ يتم تصدير نفط محافظة شبوة من حقول بيحان إلى مواني محافظة شبوة في ميناء النشيمة النفطي. هذه بشر بها المحافظة بأن العمل في شركة جنة هانت سوف يعود قريبا وسوف يرفد خزينة المحافظة بملايين الدولارات، وسوف يتم استغلالها للتنمية في المحافظة وإقامة المشاريع الخدمية التي ستنعكس على أبناء المحافظة. من المشاريع التي نتمنى أن تتم العودة إليها قريبا، إعادة مشروع الغاز المسال عبر ميناء البلحاف الذي أصبح قاعدة للأخوة الإماراتيين وقاعدة عسكرية. وهناك خطوات قريبا بإذن الله تعالى سوف يتم تنفيذها من قبل السلطة المحلية ومن قبل وزارة النفط ومن قبل الحكومة الشرعية بأن يعود تصدير النفط الغاز المسال عبر ميناء بلحاف لكي يرفد خزينة الدولة. وكل هذه مشاريع سوف تعود للمحافظة بالنفع وسوف تعود للمحافظة بالفائدة وسوف تستفيد منها المحافظة. هذا كل ما نتمنى. أبناء محافظة شبوة اليوم يتطلعون إلى مشاريع عملاقة في محافظتهم الغنية بالموارد، الغنية بالبترول، الغنية بالنفط، الغنية بالسياحة، الغنية بسواحلها الممتدة الكبيرة بموانئها التاريخية التي على سواحلها. اليوم أبناء شبوة يتطلعون إلى الأمن والاستقرار، اليوم أبناء شبوة يتطلعون إلى مزيد من التنمية، اليوم يتطلع أبناء شبوة إلى أن توليهم
الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية وبرئيس الوزراء إلى مزيد من الدعم ومزيد من الخدمات حتى تصبح محافظة شبوة، حتى يعود لمحافظة شبوة قليل مما قدمته لخدمة الجمهورية وخدمة الشرعية وخدمة التحالف العربي. أشكرك جزيل الشكر ياسر الصيلي، إعلامي وناشط سياسي من أبناء محافظة شبوة، كنت معنا عبر الهاتف.